يعيش رمضان، كلمة بنسمعها كتير وبتتردد على الأذان خاصة خلال شهر رمضان الكريم. كل عام وأنتم بخير. وكلمة يعيش نفسها بتطلق على الفواكه المجففة والمكسرات، وكلمة يعيش أصلها مصري، الناس بدأت تقولها خلال العهد الفاطمي، ومواد اليعيش نفسها بدأت برضو تنتشر من أيام عصر الدولة الفاطمية. وعشان العادات دي طيبة والناس حبتها وتعتبر مظهر من مظاهر إظهار الفرحة بشهر رمضان الكريم، انتشرت في جميع أنحاء الدول العربية والدول اللي فيها مسلمين. ومكونات اليميش ما اختلفتش كتير باختلاف المناطق، يعني نفس المكونات في كل المناطق مع اختلاف الثقافات ومع اختلاف الشعوب، إلا إن المواد ثابتة ما تغيرتش. مكونات اليميش نبدأ مثلا بالأساسيات، اللي هي التمر الناشف، ومعروف انه بيتعمل منه الخشاف اللي هو سيد العصائر زي ما احنا بنقول في مصر. الخشاف نفسه عصير ظهر في تركيا، لكن في مصر تمت اضافة عليه تعديلات زي اضافة التين المجفف والزبيب والقراصية وجوز الهند. طبعا بدأ ينتشر في مصر اكتر وبقى له صيت عالي جدا في مصر، وناس كتيرة بتحب تفطر عليه، تعتبره كاسة عصير ماشي، تعتبره طبق حلويات برضو ماشي. لكن احنا طبعا عارفين سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب يفطر دايما على تمر وحليب. وزي ما قلنا من مكونات اليميش طبعا المشمش المجفف بطعمه ولونه المميز، وكمان التين المجفف وقمر الدين وغيرها، منتجات كتير زي الزبيب والقراصية وجوز الهند، كل دي من مظاهر شهر رمضان الكريم. كل عام وانتم بخير. واللي الناس متعرفوش ان من مكونات اليميش برضو الفستق والبندق والجوز واللوز والكاجو وعين الجمل. كل المكونات دي الناس بتعتبرها اطباق تحلية، ممكن تعتبرها كاسة عصير ممكن، زي ما قلت لكم في البداية. وعشان نعمل الحلقة دي دورنا على مكان يكون بيقدم الحاجات دي ويقدمها بطريقة مميزة كده وبشكل ظريف. لقينا محامص وتسالي اهرام الجيزة اللي موجودة في الدمام شارع الملك خالد. التين المجفف بقى والقراصية والزبيب وجوز الهند وقمر الدين والمكسرات والتسالي واللب والحلويات والشوكولاتات ومنتجات المطبخ، كل الحاجات دي لقيناها عندهم. عشان كده قررنا نعمل الحلقة دي ونهنيكم بشهر رمضان الكريم. وعايز اقول لكم ان الحلقة دي هتلاقوها على فيسبوك ويوتيوب وتيك توك. في النهاية عايز اهنيكم مرة تانية بشهر رمضان الكريم، واقول لكم كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.